بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أعرفكم بنفسي، أنا أحمد كريم، رئيس رابطة مشجعي نادي روما بالعراق. الحمد لله وبعد جهود من الجميع قدرنا نحصل على الاعتراف الرسمي منتصف العام الماضي يوم 24/8/2017، وهذا الجهد استمر إلى أن أصبحت للرابطة صفحة رسمية موجودة على موقع النادي، إن شاء الله راح تشوفوها مرفقة ويا الفيديو. هذا كل تمام اجى من فراغ، اجى من تعب ومجهود متواصل من اعضاء واداريين وادمنيه موجودين ويانا بالرابطه. طبعا هذا الشيء وصلنا له، وان شاء الله ما راح يكون اخر الطموح. رابطتنا حاليا معترف بها رسميا. والحمد لله هذا الشيء اللي وصلنا له احنا، وصلت الرابطة، ما اجى من فراغ، وان شاء الله ما راح يكون هذا اخر شيء احنا نوصل له. بعد ما قدرنا نحصل على اعتراف رسمي وبعد ما صارت لنا صفحة موجودة بموقع النادي، نحب ننوه انه عندنا صفحتين، صفحة وجروب. الصفحة الرسمية اللي هي روما كلاب عراق موجودة على فيسبوك كصفحة رسمية، والجروب الرسمي اللي هو تابع لنا للرابطه، بالاضافه لحساب الانستغرام وحساب تويتر. غير ذني صفحات ثانويه احنا غير مسؤولين عنها، صفحات ذني ممكن يديروها اشخاص، اي شيء يبدر من عندهم باسم الرابطه احنا ما مسؤولين عنه. هذين الصفحات هي الصفحات الاساسيه، وان شاء الله يكون هذا بالحسبان. اما بالنسبه للانضمام الرسمي للرابطه، وهواي جاي توصلنا اسئله شلون احنا ممكن ننضم للرابطه، وهاي الرابطه عددها محدد او مفتوح؟ طبعا ابواب الرابطه مفتوحه لكل شخص يحب ينضم لنا، كوننا انه احنا الرابطه الرسميه الوحيده والممثله لنادي روما بالعراق، وان شاء الله ان شاء الله حيكون كل شخص مجتهد الى مكان بالرابطه. لا الاداريه حكرا على الاداريين ولا الاعضاء، عدد محدود، وان شاء الله الكل مرحب بهم واهلا وسهلا بنا. أما بالنسبة للقسم الإداري بالرابطة، فالرابطة إداريا تتكون من 7 أشخاص. أنا أحمد كريم موسى، رئيس ومؤسس رابطة مشجعي نادي روما بالعراق. جاك جلال نائب رئيس الرابطة. رودي ماهر سكرتير. عندنا على المستوى الإعلامي جون مالك اللي هو رئيس قسم الأخبار والأدمن اللي موجود بصفحاتنا. علي نعيم اللي هو مصمم الرابطة، وأي تصميمات تلقوها بالرابطة جهوده مشكورة. مفيد العاني بالقسم الإعلامي كذلك موجودين ويانا. محمد كريم اللي هو أمين الصندوق. وإن شاء الله هذول الأعضاء ما نقدر نقول عليهم ثابتين، وبنفس الوقت ما نقدر نقول متغيرين، لأن كل إنسان ممكن ينجز للرابطة شيء حيكون موجود ويا الإداريين. مثل ما نوهنا قبل قليل أنه باب الرابطة مفتوح للجميع، كذلك باب الإدارة بالرابطة مفتوح للجميع، فأي شخص ممكن يقدم مجهودات فكرية أو مجهودات عملية، مجهودات ممكن ينفع بها الرابطة ويطورها فيصير ويانا إداري، وإن شاء الله إن شاء الله ما راح تكون مقتصرة أو اختصار على فئة معينة أو أشخاص معينين. شكرا جزيلا، وأتمنى إن شاء الله بالفيديوهات الجاية وتشوفون عملنا بالرابطة، وأهلا وسهلا بالجميع.
nobody in the stands just one.